فنان من طراز فريد، حيث استطاع أن يحافظ على مكانته الفنية طوال مشواره الفني الطويل، وظل محتفظاً بدور البطولة منذ شبابه حتى سنوات عمله الأخيرة، وقدم مختلف أنواع الأدوار، إنه الفتوة، وحش الشاشة، وملك الترسو. الفنان الفريد الملك فريد شوقي. ولد فريد محمد شوقي عبده في 30 من يوليو من عام 1920 في شياخة البغالة بحي السيدة زينب. حصل على دبلوم معهد الهندسة التطبيقية ودبلوم معهد التمثيل، وعمل في أدوار صغيرة مع الفنان أنور وجدي، ثم بدأ كتابة القصص السينمائية لأفلامه. كما عمل على المسرح في العديد من مسرحيات الريحاني مثل الدلوعة وحكاية كل يوم، التي أكدت على موهبته وجعلته نجما. اشتهر فريد شوقي بأدوار الفتوة والبطل القوي، نظراً لما كان يتمتع به من قوة جسدية أهلته للعب تلك الأدوار، فقدم العديد من الأدوار من تلك النوعية في أفلام مثل ملاك الرحمة والأسطى حسن. وجعلوني مجرماً، أمير الانتقام، ورصيف نمرة 5، والذي يأتي في مقدمة الأفلام التي قدم من خلالها الأكشن، وتم إنتاجه عام 1956. إيه الحكاية؟ حاسب يا أخينا أنت ده المعلم. سيبوهم الاتنين بيكلموا سوا يعرفوا خلاص. تشرب إيه؟ عاوز أشرب من دمك، خطفت ابني وحرقت قلبي عليك. كما قدم أدواراً هامة في أفلام ريا وسكينة، عنتر بن شداد، بداية ونهاية، وإسلامي، ربع العدوية، والزوج العازب. في المراحل المتقدمة من حياته الفنية، قدم الفنان فريد شوقي أدواراً تراجيدية تعتمد على أدائه التمثيلي، وقد حقق نجاحاً كبيراً من خلال تلك النوعية من الأفلام مثل فيلمه المميز لا تبكي يا حبيب العمر عام 1979، والذي يعد من علامات السينما المصرية. ولو اني حاسس انك بتعذب نفسك، واني بقى لك مدة عايش في ألم عشان ما تحسسنيش بأي حاجة، وتفضل تديني سعادة الأيام اللي بقي لي من عمري. حرص فريد شوقي خلال مسيرته الفنية على التنوع في أدواره، لذا قدم أدواراً كوميدية، ومن أهم أعماله الكوميدية فيلم يا رب ولد إنتاج عام 1984، وحقق هذا الفيلم نجاحاً لافتاً وقت عرضه. يخرب بيتك وبيت اللي عالمك الشوقي. لا ليه يا حاج، ده أنا عملت مفاجأة، ده أنا بيعهم بأسعار فواتير الشرك. فواتير؟ الفواتير دي مخفضة عشان نعدمها لما تحت الضرائب. انت مش تقولولي انكم بتزوروا من الضرائب؟ ده انتوا حرامية بقى. اخرب بيتك.
حقق الفنان الكبير نجاحات كبيرة في الدراما والتلفزيون، حيث قدم العديد من المسلسلات، منها الشاهد الوحيد عم حمزة، قلب الأسد، وصابر يا عم صابر. لكن يظل نجاحه الأكبر من خلال مسلسل البخيل وحده الذي قدمه عام 1991، وقدم فيه شخصية البخيل بكل تفاصيلها من خلال شخصية عوض، ولا يزال المسلسل يلاقي نجاحا كبيرا عند عرضه حتى الآن. يا راجل حرام عليك، دي الهدمة اللي عليها دابت، هاد لها هدمتين تغير فيهم قدام زملاتها. لما يبقى ربنا يسهل نبقى نجيب الهدوم. طب انا مش عايز هدوم، انا عايز اخد دروس في المجموعة. ده تخلع دروسك وانت طلباتك ما بتخلص. ايه يا بابا، انا في ثانويه عامه، وبعدين عندي علوم صعبه قوي مش فاهمها. انت اللي غبي، ما بتاخدش بالك وانت قاعد في الحصه، كل مخك في الكوره. ما كل زمايله بياخدوا دروس، اشمعنى هو بقى؟ اشمعنى انا عمري ما خدت دروس؟ التعليم على ايامنا غير على ايامك يا ابني. البكالوريوس اللي انا واخدها احسن من الليسانس اللي بتاعتك في الجامعه. ما هي الجامعه الاخرى عايزه كتب وعايزه مصاريف، ولا عايزنا ابقى محامي ببلاش؟ ان كان عليا انا اللي عاوزك تتعلم ولا تبقى محامي. اتعلمنا صنعه تكسب منها قرشين بدل ما كل شويه تقول لي هات. وهو انا بقول لك هات؟ ده انا من اول السنه مش عارف اشتري لي كتاب، ومذاكرتي كلها من كتب زمايلي، وعايدت نفسي لا اقول لك هات ولا اطلب منك. ما ديك بتطلب اهو، امال عاوزنا نطلب من مين؟ لقد استحق فريد شوقي عن جدارة لقب ملك الترسو او ملك السينما، وهو النجم الذي جدد نفسه دوما وتخلص من النمطيه.